السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم فيديو ديالي في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غادي نحضروا مع بعض واحد الكيك اللي كيجي رائع. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو 5 ديال البيضات يكونوا بحرارة المطبخ، عندنا 225 غرام تاع السكر، عندي 300 غرام تاع الدقيق، عندي كأس تاع الزيت ما يعادل 200 مليلتر، عندي 3 تاع الساشيات تاع الخميرة الكيماوية من حجم 7 غرام، المجموع هي 21 غرام، عندي ياغورت بنكهة الفاني، عندي 2 ديال لي ساشي تاع السكر فاني، وعندي واحد الرشة نتاع الملح. نمروا لطريقة التحضير. غادي نبداو بالبيض هو الاول. بسم الله. نضيف السكر، السكر بالكأس العنبة تقريبا كأس ونصف. بالنسبة لكمية السكر اللي ما يبغيش السكر بزاف يقدر ينقص من الكمية ديال السكر. نضيفو السكر فاني، نضيفو الرشة نتاع الملح لتصحيح الذوق. غادي ندرب هذا الخليط حتى يرجع كريمي ويتضاعف الحجم ديالو. من بعد ما رجع لنا الخليط على هذا الشكل ضاعف الحجم ديالو ورجع كريمي، غادي نضيفوا له الزيت شويه بشويه وحنا كنضربوا. غادي نضيفو ياغورت بنكهة الفاني، وغادي نضربو حتى يندمج ياغورت مع الخليط. غادي نضيفو الدقيق مع الخميرة الكيماوية، غادي نغربلو الدقيق نتاعنا. مع الخميرة نضيفوه للخليط وحنا كندربو، نضيفوه كمية بكمية. من كنو نضيفو الدقيق للخليط ديالنا نقصوا سرعة الضراب وما نضربوش واحد المدة طويلة، غير الدقيق ينسجم لنا مع الخليط ونحبسه. Thank you.
هذا هو القوام ديال الخليط. من المول ديالي انا فرشت له ورق الزبده، دهنته في الجوانب بالزيت ورشيته بالدقيق. القطر ديال المول ديالي هو 26 سنتيم. غادي نمرو باش غادي نفرغوا الخليط ديالنا في المول. ضروري من نكونوا نخلطوا نعليو يدينا الفوق باش الخليط يدخلوا الهواء. انا غادي ندخل الكيكه ديالي طيب في الفرن اللي مسخن من قبل على 180 درجه، وكل وحده والفران ديالها. كما كان نوصيكم دائما اننا ما نحلوش على الفران والكيكه مازال ما طابت حتى تمر 30 او 35 دقيقه، ونتاكدوا انها طابت بواحد العود. ومن بعد من نتاكدوا انها طابت ما نخرجوهاش مباشره، خصنا نخليوها واحد 5 دقائق في الفرن باش ما تهبطش معانا. والفران خصو يكون مفجج شويه. غادي نمر ندخل انا الكيكه ديالي للفرن طيب. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجوهم للطبقه اللي غادي نديروها فوق الكيك، هي طبقه بحال النوغاتين. غادي نحتاجو 200 غرام تاع اللوز ايفيلي، 100 غرام تاع السكر، 70 غرام تاع الكريمه السائله، 70 غرام تاع العسل، وملعقه كبيره نتاع الزبده. غادي نمروا للطريقه. في واحد المقلاه على نار مهيله غادي نفرغوا السكر ديالنا، غادي نضيفوا له الكريمه السائله، وغادي نضيفوا له العسل. غادي نخلطوا هاد المكونات ونخليهم حتى يذوبوا، ما لازمش ياخذوا لنا شي لون غير يذوبوا، وباش نضيفوا لهم باقي المكونات. حركناهم ونخليهم يذوبوا مره نحركهم حتى يذوبوا مزيان، ونضيف لهم باقي المكونات. من بعد ما ذاب معنا الكريمه السائله والسكر والعسل، غادي نضيفوا ملعقه كبيره من الزبده ونخليوها حتى تذوب. من بعد ما ذابت معنا الزبده تماما، غادي نضيفوا رقائق اللوز. نحركو مزيان ونخليو رقائق اللوز تنسجم لنا مزيان مع هذا الخليط. هذه المرحله ما نديروها حتى يقرب الكيك ديالنا يطيب، باش ماشي يوجدوا هاد النوغاتين ديالنا والكيك ديالنا باقي موجود ويقصح معانا هاد النوغاتين. ما رحناش محتاجين ان هاد اللوز يتحمر، غير يندمج مع الخليط، لحقاش غادي نديروه فوق الكيك ونردوه للفرن. هاد النوغاتين ديالنا راهو جد كما راكم تلاحظوا، غير يندمج باش نخرجوا الكيكه من الفران ونخويو فوقها هاد الخليط. الكيكه ديالنا هي طابت، تجي على هذا الشكل. ما حد الكيكه ديالنا راها عاد سخونه، غادي نفرغوا مباشره فوقها هذيك النوغاتين ديال اللوز. غادي نفرغوه فوق منها بسرعه، لحقاش الى بطينا راه غادي يجمد.
بهذا الشكل. حاولت انني نسرح هذا اللوز ايفيلي على الوجه نتاع الكيك كله، نغطيه. غادي ندخلها للفرن. الفرن مشغل غير من الفوق على نار مهيله، غير يحمر معنا هذا اللوز ايفيلي ونخرجوها. انا غادي ندخلها للفرن. البنات، الكيك ديالنا ها هو من بعد ما خرجناه من الفران يجي على هذا الشكل. كما قلت لكم ما لازمش يكون الفران مجهد، يكون على نار قليله غير يحمر معنا هذا اللوز ايفيلي ونخرجوه. ولكن ما نقدروش نقطعوه وهو عاد سخون، خصها حتى تبرد باش عاد نقدروا نقدموها. انا غادي نخليها تبرد، من تبرد غادي نرجع معها. البنات، ها هو الكيك ديالنا من بعد ما برد كيجي على هذا الشكل. هذاك الخليط اللي درناه نتاع اللوز ايفيلي كيهبط لنا على الجوانب وكيحمر لنا الجوانب نتاع الكيك. غادي نقطع معكم واحد القطعه باش نشوفوها كي كتجي من الداخل. كما راكم تلاحظوا الكيك كيجي هشيش بزاف مع هاد الطبقه، كتجي مقرمشه من الفوق وهشيشه من الداخل. صراحه كيك رائع، نتمنى انكم تجربوه. اخواتي، وصلنا الى نهايه الفيديو. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو وكنتم مازال ما اشتركتوا في القناه، نتمنى انكم تشتركوا في القناه وديروا لي جيم وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. مع السلامه، الى فيديو مقبل ان شاء الله.